اهلا ومرحبا بكم من جديد. حصلنا للفقره الثانيه من برنامج 24 قيراط، وحاليا يجري الاستعداد للجلوس لامتحانات الشهاده الثانويه، يعني عدد من المحليات اكملت استعداداتها بالكامل، ونذكر محليه الدندره اللي هي يعني اكتملت استعداداتها لجلوس الطلاب وترحيل المعلمين من وإلى مراكز الامتحانات. كل التوفيق لطلاب الشهادة الثانوية اللي حيمتحنوا في ظروف يعني غير طبيعية، ظروف غير اعتيادية من يعني المشكلات أو النكبات اللي بتواجه المجتمع في الوضع الراهن كده. يعني كل التوفيق إن شاء الله يا رب، نتمنى لكم النجاح إن شاء الله بإذن الله، وتمشي امتحانات سلسة برغم المصاعب اللي بتواجهوها بصورة عامة مجتمعيا وفي مراكز الامتحانات كده. إحنا من مبادرة نداء الخرطوم حننتقل لمبادرة الاحتياجات المدرسية. ضيوفنا داخل الاستوديو الأستاذ مازن عبد الفتاح، هو عضو المبادرة. مساء الخير مازن. الله يسلمك. العافية. كيف الأحوال؟ الله بخير الحمد لله. تبدأ الترحاب كمان لآلاء محمد عضوة المبادرة. آلاء مساء الخير. مساء النور عليك، الله يديك العافية يا رب. كيف الأحوال؟ طيبين العافية وفي عوج الحمد لله. إن شاء الله دائما يا رب كده. في البداية يعني يمكن يكون يعني مبادرة الاحتياجات المدرسية هي لجنة أكاديمية مشتقة من لجان المقاومة كده، بنقدر يعني يا ريت لو تعرفنا عليها أكثر يا مازن. فعلاً الجسم الأكاديمي عبارة عدة أجسام في شير حمادب. عندنا لجنة المقاومة في زاحية، عندنا في شير حمادب شير تكونت من لجان فرعية. اللجان الفرعية عندها مركزية، مركزية شير حمادب، مركزية شير حمادب. المركزية كده تحديداً هي لجان المقاومة كإسم لجان المقاومة منفصلة. ولا بس يعني منفصلة من لجان المقاومة، تحت مظلة لجان المقاومة. مركزية على شير حمادب، مركزية شير حمادب كونت أجسام مهنية. عندنا الجسم الأكاديمي، الجسم الهندسي، الجسم القانوني، كلهم بيشتغلوا لشير حماداب كمتطوعين كده مثلا. جميل. وتحديدا يعني آلاء انتم معنيين باللجنه الاكاديميه تحديدا اللي هي مختصه بالمدارس والتعليم بصوره عامه كده في منطقه الحماداب. نعم، نحن كجسم اكاديمي مهتمين بكل قضايا التعليم في الشجره والحماداب من ناحيه اكاديميه فعليه ومن ناحيه بتاعت احتياجات للطلاب. يعني الفكره بتاعت الجسم الاكاديمي از جنرال كده إنه نحن دايرين نبعد موضوع التجاهل للمدارس الحكومية. يعني الفترة الأخيرة كل الناس بقت بتقول إنه المدارس الحكومية بقت ما كويسة أو بقت ما زي زمان، فالناس بقت تلجأ للمدارس الخاصة، ونحن عارفين الأعباء بتاعت المدارس بالضبط كده على كاهل المواطن. فنحن بقينا دايرين نسعى لإنه المدارس الحكومية تكون في أحسن صورة، إنه تخلي كل زول في منطقته يلجأ لمدرسته الحكومية جنبه. نصلح البيئة المدرسية كلها، نخليه ما في فرق بين المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة إلا بعض الحاجات البسيطة. فنحن لو قدرنا نوفر الحاجة دي وقدرنا مع مكتب التعليم ووزارة التربية والتعليم نصل لحاجة معينة في إنه نهيئ المدارس الحكومية والأساتذة زي ما حاصل في المدارس الخاصة، ما حنحتاج لأنه زول تاني يدفع قروش للتعليم، فحنأكد في الوقت ذاك موضوع التعليم المجانية التعليم. جميل جدا. يبقى الفكرة الأساسية هي يعني تغطية للفرق البسيطة اللي انت قلتها دي كده، أو كده تقصير المسافات كده. مازن يعني البداية انتوا لما كونتوا الجسم ده أو كونتوا اللجنة دي، يعني كيف عملتوا تقييم للمدارس الموجودة في منطقة الشجر والحمادر؟ فعليا هنا من اول المشاكل اللي واجهتنا انه كيف نلقى ناس يبادروا انه يشتغلوا في المدارس. فتشتغل متطوعين في البدايه. متطوعين لانه دايره زول يكون فاضي شويه كده، خاصه انه كنا لما بدينا نشتغل كان في نص العام الدراسي، فحاولنا نعمل خطه زعفيه سريعه كده نمشي بها العام الدراسي لغايه ما فعلا نبدا الخطه الاستراتيجيه اللي حتوصلنا اللي احنا حايلين هنا عاوزينها. فواجهتنا مشاكل كثيره، البيئه كانت حق المدارس منتهيه خالص، كان في يعني حتى الطلاب ذاتهم نفسياتهم شويه من انه البيئه تعبانه، ما قادرين يأدوا، ما قادرين حتى الاساتذه يعني ما لقوا مقومات انه الطالب يستمع والاستاذ يؤدي. يعني تحديدا نتكلم عن البيئه دي شويه، لانه البيئه هي معنيه بالطالب والمعلم الاثنين يعني معنيه، يعني هي دي في الاخير دي بيئتهم كده. يعني المشاكل شنو تحديدا اللي كانت بتواجه البيئه في المدارس؟ اغلب المشاكل كان مشكله بتاعت اجلاس، كل الاجلاس في المدارس بتكون منتهي، مشكله في الفصول الاساسات يعني الاساسات ما في مراوح مثلا في الفصول، ما في لمبات، حتى السقف بتاع الفصول متردي، الساحات او السخانه مثلا الشجر غير متناسق فيها، كان في مشكله قد بيئه منتهيه خالص. فبدينا حبه حبه شويه نشتغل على الحياه دي لغايه ما الحمد لله رب العالمين وصلنا لغايه نهايه السنه، وعندنا الجسم الهندسي في شير حماداب تواصلنا معه لانه وضع علينا خطه استراتيجيه. يعني ما كل هنا مره نشتغل خطه زعفيه، خطه استراتيجيه نبدا عليها فعلا فعلا لغايه ما نوصل حاجه احنا عاوزينها، مدارس مكتمله مهيئه تماما للطالب وللاستاذ اللي هو الامر على اساس انه لما الطالب يجي يكون فعلا
دي الحاجة البيئة مهيئة تماما كده يعني كل الطلبة يعني. لا هو يعني مازن في بداية كلامه قال إنه كان في مشكلة في إنه يعني تلقوا العدد الكافي من المتطوعين كده يعني في الآخر أو يعني حاليا الوضع كيف كده يعني لقيتوا متطوعين كافي أو كفاية لأنه يعني اللجنة تمشي بطريقة سلسة كده في أداء مهامها أو أداء الخطوات اللي أنتم خاتينها في المستقبل؟ طيب نحن في البداية زي ما هو قال عددنا كان بسيط أو قليل جدا. حاليا نحن ما بين 10 إلى 12 يعني الاثنين ديل نقول كاحتياط شغالين معنا. العشرة ديل هم الشغالين معنا فعليا. صراحة العددية ما كافية لأنه نحن نقدر نغطي كل المدارس الحكومية في منطقة الشجر والحماداب. نحن في الشجر والحماداب عندنا قرابة 8 مدارس ديل الأساسية في المنطقتين. 8 مدارس؟ اي 8 مدارس. تمانية يعني ابتدائي وثانوي ولا؟ لا دي الأساسية بس. الأساسية أي. الثانوي عندنا مدرسة واحدة. لحد الآن نحن شغلنا كله على المدارس الأساسية لأنه نوعا ما هم احتياجاتهم أكثر من المدارس الثانوية. شغالين معهم صراحة العددية ما كافية لكن نحن قادرين إنه نحن نقدم وحنواصل في الشغل ده وإن شاء الله يعني نحن من هنا بنحاول ناس الشجرة والحماداب لو يسمعونا إنه كلهم يعني حاولوا ينضموا لنا لأنه موضوع التعليم ده بجد حاجة مهمة شديد. يعني هي منطقة الشجرة والحماداب منطقة كبيرة جدا يعني أنا فمستغرب لما يكون تقول إنه عددكم 12 كده في إنكم أنتم يعني هو عدد لسه بسيط كده محتاجين لي ناس كتار جدا أنتم عشان تقدروا. لكن الحمد لله نحن يعني أنجزنا كتير يعني نحن طيب كويس. يعني انا انقل الانجازات دي لمازن. مازن كلمنا عن الانجازات اللي انتم متابعين يعني من بدايه اللجنه لحد الليله. طيب كان في اول حاجه كان يشتغلوها الشباب فعلا يعني قبلين هنا ومعانا انه كان صانوا كل المدارس من الناحيه بيئيه من فصول من اي شيء كان صانوا. جينا فعلا بعد يوم لقينا شويه حاجات كده ما في الحمد لله توفقنا انه نعمل مكتبه مدرسيه في واحده من المدارس في مدرستين عفوا وتوفقنا انه نمدينا بوفيه في مدرسه كان ما فيها فعلا بوفيه. مجموعه من الصور كده اثناء نعم. يعني كان بيعانوا من انه في بعض المدارس موجوده على الشاشه بيعانوا من انه كيف تحصل على الوجبه. والحمد لله توفقنا الحاجه دي بواسطه خيرين برضو توفقنا انه نقدم وجبات لبعض الايتام. وكان طبعا في كورس لطلاب سنه ثانيه كان نهايه العام الدراسي الحمد لله توفقنا فيه في انه اشتغلوا عليه كويس الاساتذه. والحمد لله لسه عندنا الخطط والرؤى مستقبليه ان شاء الله كثيره ان شاء الله. جميل. طيب يعني يمكن يكون دي واحده من الحاجات اللي اتكلم عنها يا لا مازن انه يعني قمتوا بعمليات بتاعه صيانه كده يعني الرقم اللي انتم قلتوه ده كيف قدرتوا انتم يعني تعملوا الانجازات دي انه تشتغلوا في الصيانه وتعملوا مكتبه وكمان توفروا وجبه غذائيه للطلبه؟ نعم نحن فعلا العدديه بسيطه لكن ما حنقدر ننكر فضل اهل الخير في الموضوع ده. كانوا واقفين معانا يعني مثلا زي ما ذكر الموضوع المكتبه المدرسيه دي نحن تواصلنا كان مع في مشروع اسمه مشروع دعم المدارس المدارس المكتبيه او هي بيكونوا مكاتب داخل المدارس. تواصلنا معاهم فكان الجزء المادي مننا والمحتوى كان من عندهم. يعني مع بعض قدرنا نكون مكتبة جميلة زي ما الناس شافت في الصور. وبرضو بالنسبة للأيتام تواصلت معنا منظمة التكافل الخيرية ومن هنا نحن بنشكرهم جدا ونتمنى إنه كل المنظمات تحاول يعني تشوف. انتوا بحثتوا عن الطلبه الايتام اللي موجودين في الثمانيه مدارس الايتام والمتعففين يعني في حصرتهم يعني قدرت أيوة تحصروا رقم أيوة معين. ايوه الحصر كان حتى عن طريق المدراء في المدارس يعني ما كان حصر عشوائي. دي المكتبه اللي يعني انتوا قلتوا عملتوها في واحده من المدارس في مدرسه تحديدا اسمها خديجه بنت خويلد بنات يعني هسه حاليا المكتبه دي شغاله كده في نعم. في متاحه للطلبه اللي موجودين في المدرسه. جميل. طيب يعني آلاء اتكلمت عن انه يعني لقيتوا دعم من خيرين ولقيتوا دعم مثلا من مبادره ثانيه بتعمل في نفس المجال كده او في نفس حوجتكم انتم تحديدا يعني لما نتحدث عن الايتام الموجودين في المدارس كده شنو ثاني من اجسام المشاركه معاكم او داعمه او شراكتها مؤثره عندكم في المبادره او في اللجنه؟ في الجسم الهندسي شير حماداب وصلنا معه لانه زي ما ذكرت لك قبل انه حيضع لنا خطه استراتيجيه للمدارس الثانيه. انا تحديدا بتحدث عن الدعم المادي لانه انتم تعملوا صيانه لانه انتم أيوة. تعملوا مكتبه لانه انتم تعملوا طيب اغلب الدعم كامل من افراد اغلب الدعم انا كنا ننشر حاجه في الفيس عادي ننشرها بنلقى دعم من كل ابناء المنطقه ما شاء الله ما قصروا والله وكانوا بس محتاجين الزول بيبادر انه يبدا هم واقفين معه غالبا اصلا ما كانوا مقصروا في اي شيء لاي شيء كان كهرباء بس كنا عاوزين كهرباء للمدرسه فعليا الناس والله كانت بترسل وما بتقصر اصلا حتى الناس بيلاقوك في الشارع بيسالوك ها يا اخواننا ناقصكم شنو محتاجين شنو؟ جميل يعني بس هو الناس مشكلتهم ما فاضيه لكن فعلا الخير فيهم موجود
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني يمكن يكون دي برضو واحدة من الحياة الكويسة جدا إنه الناس عندها القدرة يعني فينا يعني تدعم أو فينا تقدم يعني إحساس إنك أنت عاوز تقدم خير لمنطقتك يعني المنطقة اللي أنت عايش فيها كده. هل في يعني الخطط الاستراتيجية اللي أنت تكلمت عنها يا مازن تحديدا يعني خطط استراتيجية مستقبلية شكل عام كيف يعني أو مستقبليا يعني مؤجلة لأنها هي استراتيجية كده قد تكون حلول جذرية مش إسعافية يعني زي كما تعملون الآن كده يعني كلمني شوية كده على الخطط. طيب الخطط الاستراتيجية دي هنا من المواضيع هتكون لمدى بعيد لسبب لأنه الدعم لأنه عشان تنفذ خطة زي دي محتاج فعلا دعم إنه ينفذ لنا مثلا عندنا أحسن مدرستين البيئة المدرسية حقتهم منتهية فما في حل إنه المدرستين دي يزالوا كلهم ويبنوا من جديد فيها تردي خالص جدا يعني قدر ما نقدر نشتغل فيها شغل إسعافي ما حينفع. في مدرستين الحمد لله رب العالمين يعني كان قبل سنتين كده المحلية اشتغلت فيهم كويس وجي الشباب بعديهم واصلوا على الصيانات اللي كان فيها فهسي محتاجة حاجة بسيطة جدا رفاهية زي ما أقول بس عبارة عن مكيفات. فالخطة الاستراتيجية يعني زي ما هسي حصلت في المدرستين دي لو وفرناها في باقي المدارس ما هنحتاج لي مشكلة بتاعت مشكلة بيئية مشكلة في أي من المشاكل المدرسية. فعشان كده بادرنا معهم إنه وضعوا لنا الخطة الاستراتيجية دي والحمد لله إن شاء الله بدوا فيها ومستنين بس مشكلة الزمن. جميل. طيب ما زلنا نستوقفك هنا في الحتة دي هنطلع فاصل قصير كده وبعد ذلك نرجع نواصل حوارنا ده. خليكم متابعين. أهلا بكم من جديد. نحن لسه هنواصل في حوارنا عن الاحتياجات المدرسية أو لجنة الاحتياجات المدرسية هي اللجنة الأكاديمية لمنطقة الشجرة والحمادات. ضيوفنا داخل الاستوديو مازن ولا أرحب بكم مرة تانية كده. ويمكن يكون يعني مازن قبل ما نطلع فاصل أنت كنت بتتكلم عن الخطط الاستراتيجية للجنة وتحدثت عن إنه يعني أنتم بتفتشوا لحلول جذرية يعني مش خطط بعيدا عن الخطط الإسعافية أو في بعض المشاكل المعينة ما بتحتاج حلول إسعافية أو ما بتقبل الحلول الإسعافية. في زي المشاكل اللي ما بتحتاج خطط إسعافية حاجات بسيطة جدا يعني مثلا زي الكولرات في المدارس المبردات كل حاجات بسيطة في لمبات معينة في داخل الفصول دي حاجات بسيطة يعني ما بتحتاج لخطط استراتيجية. فحس حاليا قبل بداية العام الدراسي يعني الحمد لله هنبدأ فيها أو بدينا فيها بالتأكيد فقبل العام الدراسي بكون ان شاء الله كلها انتهت بكون مشكلتنا كلها بس الخطه الاستراتيجيه. حتى اثناء العام الدراسي لما الطلبه يكونوا شغالين الخطه الاستراتيجيه يكون ماشيين فيها سواء كان يعني الجسم الهندسي يكون شغال فيها او الناس اللي حيبدوا يشتغلوا فيها حيكونوا شغالين فيها. جميل. طيب يعني لا حاليا الاحتياجات يعني كده الواضحه في المدارس بصوره عامه كده نقدر نعددها في شنو يعني كده احنا تكلمنا عن البيئه وتكلمنا عن يعني إن أنتوا بتوفروا مثلاً وجبة غذائية بتوفروا يعني في مشاكل تانية أكبر من كده؟ فعلياً في الصراحة المشكلة بتاعت الزي المدرسي المشكلة بتاعت الكتاب المدرسي عموماً الأدوات المدرسية الحقيبة المدرسية كلها بيحتاجوا لها يعني المتعففين بيكونوا يعني في المدرسة الحاجات دي بتقف لهم كعائق بالتحديد مقارنة مع الطلبة اللي عندهم. هم كم عدد الطلبة في كل المدارس اللي انتوا الثمانية مدارس حصرتوهم انتوا في كم طالب في المدارس؟ ما حقدر اديك العدد حصرت كامل. طيب الحوجة الطلبة المحتاجين مثلا للحقيبة المدرسية او زي المدرسية؟ ايوه حاصرينهم هم 231 طالب. ديل هم المحتاجين زي حقيبة مدرسية يعني محتاجين احتياجات المدرسة كلها. وضعتوا ميزانية لل 231 عندنا الميزانية خديناها للزي المدرسي يعني تواصلنا مع مشغل معين فوقعت معانا اللبس الوحدي ب 600 جنيه يعني ميزانيتنا كاملة للزي المدرسي 138600 جنيه. الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لل لا دي الزي المدرسي بس الزي المدرسي فقط. الحقيبة المدرسية لسه نحن قاعدين نخط التصور وده نخط الميزانية لكن حاليا محصورة الزي المدرسي. جميل. اللي هو 138600 جنيه. جميل. طيب يعني مازن يمكن يكون آلاء جبير اتكلمت عن نقطة مهمة جدا انه يعني في فرق بسيط ما بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة يعني المبادرة معنية او اللجنة معنية بانها هي يعني تقصر المسافة يعني ما بين يعني هذه المسافة القصيرة يعني ما بين الحكومية والخاصة في إنه تأهيل للمعلم أو تأهيل للبيئة أو تأهيل للطالب وده حاجة كبيرة جدا بالمناسبة نحن نتكلم عن تأهيل يعني معين على الشكل بتاع التأهيل ده حيكون في يعني شنو أنتوا حتعملوا ورش يعني المعلمين ده حتشوفوا نواقصهم شنو اهتمامهم حتشوفوا محتاجين لشنو يعني كيف التأهيل حيكون؟ التأهيل حتكون أول حاجة التهيئة حقت المدارس تكون بالبيئة المدرسية. إنه لو ما هيئنا البيئة المدرسية إنه وللأمر يعني يثق في البيئة في المدرسة يشوف فعلا إنه المدرسة دي فيها الرغبات اللي هو محتاجة لابنه فيها
فلو ما عملنا كده ما بنقدر نسق نخلي الامر يصير في المدرسه في البيئه المدرسيه. حتى المعلمين فعليا يعني هم ما اعرف اقول لك كيف، لكن عندهم الرغبه لانهم يدوا يعني مهما كانت الوضع بتاع المدرسه المعلم ما زال الحمد لله بدي بيعطي. فلو فعلا لقى الحياه البسيطه الموجوده في المدارس هيئت له فالوضع بيكون متغير تماما، وحتتنافس المدارس الخاصه. زمان كان الطالب اللي بيمشي المدرسه الحكوميه هو افضل من الطالب اللي بيمشي المدرسه الخاصه. نعم فان شاء الله نحن يعني المدارس الحكوميه ذاتها كانت يعني مدرسه نموذجيه يعني يمكن يكون كانت يعني بيكون المستوى التعليمي فيها اعلى بكثير من المدارس الخاصه كده، لكن هسه حاليا يعني كل الناس بقت بتتجه للمدارس الخاصه كده نسبه للتردي البيئي تحديدا يعني دي اكثر حاجه مهمه واكثر حاجه مقلقه بالنسبه لاولياء الامور. فعلا فلو ما البيئه المدرسيه بقت يعني مهيئه تماما للطالب فكل الطلبه او اولياء الامور هيحاولوا يفروا من المدارس الحكوميه. فهنا عاوزين ان شاء الله باذن الله نكسر الحته دي، ان شاء الله باذن الله كل الطلبه هيعملوا هجره عكسيه ان شاء الله المدرسه الحكوميه هتكون افضل باذن الله تعالى. جميل. طيب الان عندي لك سؤال مهم جدا، لكن احنا عندنا فيديو بتاع اللجنه تحديدا، نتابع الفيديو ده ونجيكم راجعين مره ثانيه نواصل الحوار. تمام. ده كان جانب من الانجازات اللي قامت بها المبادره او اللجنه في منطقه الشجره والحماده في المدارس. لا انا عاوز اسالك سؤال، يعني عاوزك تسرحي بخيالك شويه كده، تخيلي انه المبالغ الضخمه اللي تدفع في المدارس الخاصه دي اذا اولياء الامور يعني بعدد كبير من الطلبه تم تحويلهم لمدارس حكوميه ودفعت المبالغ دي لسنه واحده كده شكل المدارس دي حيكون عامل كيف؟ طيب يعني بالنسبه لكلامك ده، اول حاجه انا حابه من هنا اشكر استاذ عثمان مرغني اللي هو كان طرح الفكره دي قبل كده في الحي، وصراحة كان في تقبل ونوعا ما كان في انتقاد إنه الناس ما كان عندها ثقة في جهة معينة إنه يعمل الشغل ده. فكان طرح مش إنه كل زول يدفع المبلغ كامل، لو كل زول عنده طالب في مدرسة خاصة دفع 10% بس من القروش اللي عنده للمدارس الحكومية دي لمدة سنة واحدة، المدارس دي ممكن تتقلب يعني لمدارس عالمية ما مدارس خاصة عادية. يعني نحن بنتمنى انه بنناشد كل الولايات وكل الاحياء وكل المناطق اللي في السودان انه يحاولوا يعني ينفذوا الفكره دي. ده مشروع بالمناسبه ممكن أيوة يكون ارضيه بتاعت مشروع كبير كده، يعني مشروع ناجح جدا. المبالغ الضخمه اللي تدفع في المدارس الخاصه دي لو اتدفعت سنه واحده بس في تاهير المدارس الحكوميه انا تخليه ما حيكون في فرق بين المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه، يعني ده مشروع ذات ممكن وزاره التربيه والتعليم تتبناه يعني وتحافظ على المستوى اللي بيتصلوا المدارس الحكوميه دي بسبب المبادرات الزي دي كده يعني. فممكن تكون منطقة الشجرة والحمادات مثلا مضرب مثل للحاجة دي طالما إن المبادرة اتخلقت عندكم هنا. نحن ساعين جدا للحاجة دي، وزي ما مازن اتكلم لك في البداية يمكن ما وضح الموضوع بتاع الخطة الاستراتيجية دي كويس. يلا الخطة الاستراتيجية ما هي بس بيئة أو مثلا إنه أنا أنظف حتة أو كده. الخطة الاستراتيجية في شكل المدرسة، يعني نحن عندنا أول حاجة في المدارس الحكومية متجاهلين المناشط اللا صفية اللي هي مش القراية والكتاب بس، لا الحاجات الجمعيات الأدبية القراية الفنون الحاجات دي في المدارس الحكومية بقت ما زي زمان أو بقت ما عندها اهتمام. برضو الحاجة دي مهمة شديد وموجودة في المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية، دي اللي هي اللي بتنمي موهبة الطالب إذا عنده أي موهبة. فبرضو يعني نحن ساعين عندنا الخطة الاستراتيجية دي حنشتغل فيها إن شاء الله. المدارس حتكون بشكل إن شاء الله جميل جدا، حتتكون مناشط، حتتكون ساحات بتاعت كرة قدم كرة طائرة، يعني إن شاء الله حتكون حاجة يعني إن شاء الله تشرفنا وتشرفكم. جميل. يعني مشيت وصلت للمنطقة دي أمازن إنه يكون في يعني كل الاهتمام بها المناشط المختلفة يعني بجانب المناشط الأكاديمية في المدارس، مشيتوا بخططكم الاستراتيجيه للحته دي انتم؟ اي الحمد لله رب العالمين كلها وضعناها داخل التصورات حقت الخطه الاستراتيجيه. حتى الناس نزلت ميدانيا فعلا وشافت محل الحياه دي حتتعمل وين حتتعمل كيف وتكلفتها كم، حتى مع الادارات بتاعت المدارس المعلمين ومع المدراء تواصلنا معهم للحياه دي وتقبلوا الحمد لله. هسه شفتوا زي ما طلعتوا على المكتب المدرسيه اللي كان اول مبادره لنا او اول عمل لنا فعليا تحقق او يتم ارض الواقع. فان شاء الله المبادرات لسه جايه ان شاء الله معكم باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كده احنا دائما جاهزين بالمناسبه احنا ندعمكم باي شكل اعلامي ممكن احنا يعني يسلط الضوء على المبادره كده ويساعد في انه يقدمكم لقدام. هل عندكم في مواقع التواصل الاجتماعي صفحه يعني كيف الوصول للمبادره كده يعني لكل الناس اللي بتابعوا الحلقه من منطقه الشجره والحماداب ومن مناطق اخرى يعني عاوزين يكونوا ويدعموا؟ يعني احنا بنتكلم عن
التعليم، ودي واحدة من أهم الأشياء يعني اللي بيهتموا بها المجتمع. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها الجسم الأكاديمي بالشجرة الحمادة. الجسم الأكاديمي بالشجرة الحمادة. صفحة على الفيسبوك بعرض فيها كل الحاجات اللي تمت والحاجات إن شاء الله حتتم، حتى لو في حوجة حتنزل فيها مع أرقام حسابات معروفة موثقة مع أرقام تلفونات الاستفسار، فموجودة كلها إن شاء الله في الصفحة دي، بتلتقي في الفيسبوك إن شاء الله الجسم الأكاديمي بالشجرة الحمادة. ممكن يقولون يعني احنا تتلهوا تكلمنا عن انتم ما حافظين رقم الحساب تحديدا هو كم كذا، لكن اذا في رقم تلفون انتم حافظينه كذا احنا ممكن يعني نزيعه كذا لاي زول عاوز اتصل بيكم نشوف انه هو يكون متطوع او موجود في المبادره. حافظين رقم تلفون معين؟ رقم تلفون طيب 0924 3 4 5 5 4 0924 3 4 5 5 4. ان شاء الله يكون في ناس متابعين الحلقه دي كذا ان شاء الله ياخذوا الرقم ده ويصلوكم كذا، يعني لانه انا يعني لسه مركز فيه. انتوا قلتوا انتوا 12 فقط كده، يعني ده محتاجين لسه للمتطوعين كده فيهم الحياه دي تكبر كده ويزيدوكم حماس كمان كده. يعني ما شاء الله مع ان انتوا عندكم حماس يعني كويس كده وقمتوا بحياه كويسه جدا كده، يعني خطوات جميله يعني محسوبه لكم ان الحاجه كويسه كده. انتوا بتعملوا في حاجه مهمه جدا هو التعليم كده. يمكن يكون يعني داير رسائل معينه كده او مناشده لمن يهمه الامر يعني ترسلوها برضه عبر المنصه دي؟ هلا طيب نحن بنناشد اول حاجه الوحدات الاداريه ومكاتب التعليم بالمناطق انه يحاولوا يهتموا، يعني صراحه كده في ابسط الحاجات في المدارس مكاتب التعليم ما قاعد تنتبه لها. يعني دائما موضوع الطباشير، موضوع النسريات بتحت المدرسه، اقلام المعلمين كده، الكهرباء، المويه، الحاجات دي كلها بتتم بافعال خيرين. نحن دايرين المشكله دي تتحل حل جذري، يعني دايرين ننتهي من موضوع كل مره نتصل لفاعل خير انه يجيب لنا، انه كل مكتب تعليم في منطقه او في حي يضغط على وزاره التربيه والتعليم انه حقوقهم تصل كامله، انه كل مدرسه او كل مدير يقول انا ما بشتغل بما انه الحاجات دي ما وصلتني، لانه دي حقوقهم المفروض كل حاجه تصل كامله في المدارس. نحن دايرين حلول جذريه، يعني ما دايرين شغل الخطط الإسعافية دي، دايرينها تجيف، دايرين بلدنا يعني تبقى أكبر من كده بكثير. جميل كده. يعني مازن، أكثر مشاكل بتواجه الطلبة تحديدا كده هي مؤثرة تأثير يومي في شنو؟ يعني مثلا تكلمت عن المويه، المويه دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا، إنه طالب ما يكون مثلا لاقي مويه يشربها في المدرسة. في مشكلة المويه زي ما أنت ذكرتها، في مشكلة الإجاز. الإجاز مشكلة كبيرة يعني في أغلب المدارس، تلقى الإجاز متردي تماما. يعني تلقى مثلا في كنبة سندنا بحجر، سندنا بخشب عشان الطلبة يقعدوا. في مشكلة بتاع التهوية في المدارس عامة، في مدارس ما فيها مراوح، ما فيها شبابيك للتهوية. في مشاكل يعني بسيطة لو الناس ركزت عليها الوضع إن شاء الله بيستمر، وإن شاء الله بيكون أحسن بيفضل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب كده. كلمة أخيرة قبل ما نختم حوارنا. كلمة أخيرة لأبناء منطقة الشجرة حمادة. أخواننا عاينوا تحت كريالكم، هنا جنبنا مدارس، بدل تمشي للمنطقة البعيدة تعالوا كلنا سوا كده نقعد نصلح المدرسه جنبنا دي، بدل انت تخاف على ولدك توديه الحته البعيده، ان شاء الله الامور باذن الله تكون افضل احسن ان شاء الله. هلا بعيد كلام مازن جدا وكلامه عجبني شديد. وبنشكر اول حاجه من هنا لجان مقاومه الشجره والحمادات، لانه بجد نحن واقفين معانا وقفه، يعني نحن صراحه قاعدين نيأس كثير، لكن هم قاعدين يقيفوا معانا وقاعدين يشجعونا، فلهم الشكر. والشكر واصل لاستاذ عثمان مرغني، والشكر لكل الشجره والحماده اللي قاعدين يقيفوا معانا وقاعدين يشجعونا، وجزاكم الله خير ان شاء الله، وربنا يديكم العافيه ان شاء الله. الله يخليك، شكرا لك كثير يا مازن، وشكرا لك كثير يا علاء كده. ونحن كمان نوجه النداء لمنطقه الشجره والحماده كده، اقيفوا مع الشباب دول وادعموهم وشوفوهم هم عاوزين يعملوا شنو، لانه كل الحياه اللي بيعملوا فيها حاجات مهمه شديد، وتحديدا هم بيعملوا في ملف مهم جدا هو ملف التعليم، اللي هو دائما بيكون اللبنه الاساسيه لاي امه عاوزين نبنيها لنصل لمجتمع فاضل او نصل لامه فاضله. نحن كده وصلنا لنهايه حلقتنا دي، كانت مبادره الاحتياجات المدرسيه، وقبلها كانت في مبادره نداء الخرطوم. وحاليا السودان في الوضع الراهن، محتاج مننا كلنا نتكاتف، اذا كان منظمات مدنيه، اذا كانت جمعيات، اذا كانت مبادرات، اذا كانت اجسام موجوده في المجتمع هي بتقدر تساعد وتقدر تدعم. يعني كل الناس بتقدم المساعده بكل اشكالها. وكمان قبل ما نختم الحلقه دي، احنا نوجه رساله لتجار الازمات، الناس اللي بيبيعوا في الخيم، الناس اللي بيبيعوا في الشوالات، الناس اللي بيبيعوا بيرفعوا في اسعار الاشياء. يعني يا ريت الناس تقيف مع نفسها شويه كده وتفكر في الحاجه اللي بتعمل فيها دي. نختم حلقتنا دي كده، لانه احنا بنتمنى دائما وابدا العافيه
للسودان. لحد ما نتلاقى في حلقة ثانية من 24 قراءة، تقبلوا تحياتي وفريق عمل اليوم وفي أمان الله.